هلا بالشباب اللي صباح الفل ومساء الفل. المطعم جميل حيدر سيكون حيدر على الكويت رقم واحد الكويت سلاح الكويت. السلام عليكم اخواني واخواتي المتابعين في كل مكان، نحييكم من جديد في قناتكم قناة كويتي ليدر، قناة الرحلات والمغامرات، في يوم جديد وحدث جديد نلتقيكم في هذا اليوم لرحلة مميزة وان شاء الله تعجبكم بنكهتها المختلفة كما عودنا العراق في تنوع المواد اللي موجودة في المواد المختلفة اللي شفناها في جولتنا السابقة. اليوم الرحلة لها طابع أثري أثري شو أقول لك تاريخي، يعني أشياء جميلة راح نشوفها مع بعض بإذن الله وتنصب في عمق التاريخ. راح نكون اليوم بقيادة والرود كابتن أنمار العميري حبيبنا، ذكرتوه عرفتوه، هذا هو ترى هو اللي موجود بلبنان ويانا. شرف لي يا كابتن حبيب، الله يحفظك. التقى اليوم الحمد لله وقته مناسب ويسعفه نطلع مع بعض في جولتنا لهذا اليوم. كل وقت احنا حاضرين كابتن. الله يحفظك تسلم. ويانا ابو مساعد، طبعا الحين وقت شاي كافو والله. اشوفك هاي اللقطه الجميله. ايه يلا ويانا ابو خالد الله يحفظك، زقرت اليوم غسل البدله وغسلها الشغل عدل الله يحفظك. ويانا المغوار ورده الوردات كابتن حيدر. شو كوت مو كويت كوت. السلام عليكم. واسترحنا هنا نشرب شاي، شوف الشوي نشوف الاوضاع. يا سلام والله يشوق تصدق، ها يشوق والله. يلا ها فيكم، لا اخاف نثقل بالدرب. لا من الرد يا احسن يا جماعه. شوف شغلات طيبة. شوف صفحتين هذا ترى تيت، ترى بالواقع انتم بالكاميرا غير، لما تيت بالواقع اشوفه الدوخ. ها اليوم الجمعة يعني صافي. ايه قاعد اشوف اكثر من مطعم شغال عليه. ايه وعلى الحطب بعد، ها كلها الحطب. ايه كلها طبيعي. وقفنا هني راح نشرب شاي. خلنا نشرب شاي. طبعا انا وقفتهم بالطريق قلت لهم لحظه يا شباب، وطبعا ما قلت لكم ان كابتن انمار عزمنا البارح في مطعم راقي ما قصر، وطلعنا وياه الى فريق عراق بايكرز وكانت قاعدة طيبة الله يعطيك العافية. والله ليلة جميلة وياك. فرحان والله فرحان على راسي والله. احنا فرحانين اللي شفناك مرة ثانية. فرحان انا بشوفتك وفرحان بمساعد وابو وليد. الله يحفظك الله يحفظك. الله شاهد فرحان بيهم. الله يحفظك تسلم. لما رحتك على راسي والله. اي والله الله يحفظك ان شاء الله. القعدة داخل والله تصدق كابتن انوار، خلنا نقعد برا لان الجو فظيع. ايه جو حلو. الجو حلو صحيح، القعده داخل جميله عربيه اي جميله، لكني مستمتع في الاجواء الخارجيه مع الشاي. اي با طبعا احنا ما دخلناكم في زحمه بغداد مع ان الزحمه مو كثيفه، يعني يوم طلعنا كابتن انمار ما كان الزحام في بغداد. لا 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 اليوم جمعه. ايه الجو زين وطلعنا بهدوء وهذا، انا قلت بصور لكم خارج بغداد ولكن وصلنا لهالموقع والامور طيبة ما شفنا شيء، ودرب حلو والهواء عليل والطقس جميل يا ولد.
الطقس جميل وخيالي حقيقة بدون مجاملة، يعني مو عشان أنا قاعد أصور، الجو أكثر من رائع. بسم الله الرحمن الرحيم، توكل على الله يا شباب لمشاهدة معالم اليوم. طبعا أنا راح أتكلم كلام ارتجالي من عندي حسب قراءاتي، يعني مو أنا مؤلفها، طبعا أقول لك من عندي يعني عبارك أنا مؤلفها، لا، حسب قراءاتي وذكرياتي السابقة من القراءة عن هذه المواقع سابقا. الحين أول ما نطلع نبي بس نغسل الدراجات، دراجاتنا تحتاج تنظيف شوية. فالجماعة شافوا محطة غسيل، خلونا نغسل على السريع. هذه المحطة هنا. ودي هناك عشان الهوز يوصل. عاش ومساعد، اخيرا بتنقسل الدراجات. اي والله يقول هذا قام تطلع ريحة دراجته. عاش هيدر، اشيل الدراجة احتاج لا واحد يغسل. ايه يعرف يا ماكن الغوز ما تجيب عليها الضغط. هيدر هيدر اخر 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 هاي 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 الحين نفسد جريندايزر ولا اسكندر؟ اسكندر جريندايزر ولا اسكندر؟ اسكندر هذا اسكندر. ايه هيدر الله يعطيك ألف عافية يا كابتن، والله إنك على رأسي، الله يحفظك، لا تعب نفسك كابتن حبيبي، أنت لا تعب نفسك، ماي بس كافي. نتونس نتونس ما تعب ماي ما تعب ماي ما تعب ماي. يستاهل يستاهل قراص شاي. الحمد لله خلصنا من الغسيل، ليتس جو يا شباب. ما قصرت يا انمار، الله يعطيك العافية، والله نكسبه. بسم الله الرحمن الرحيم، خلي اكمل الفريق. اين باقي الشباب؟ خالد بشر زين. الحين يا جماعة رايحين منطقة اسمها المدائن، هذه هي على طريقنا من الحين 5 دقائق 10 دقائق احنا في المدائن. هذه المدائن يا اخوان مثل ما تقول صار لها اكثر من 1000 سنة، اكثر 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 من 1500 وفوق. هذه المدائن كانت عاصمة الامبراطورية الفارسية ذاك الوقت، كانت الامبراطورية الفارسية ممتدة يعني من العراق إلى إيران إلى الخلف، أعتقد قرقستان ومناطق كثيرة متوسعة، يعني الامبراطورية الفارسية تتوسع وتصغر وتتوسع، ويعني خلال الفترات القديمة، يعني حتى شفت يوم كنا في اليونان هي الامبراطورية هذه كذلك كانت موجودة في اليونان، فلها توسع اقليمي كبير في المنطقة. وين عاصمتها سابقا قبل 1500 تقريبا شيء؟ عاصمتها هنا في المدائن، الى ان ولد رسولنا الكريم
في هذا المكان كذلك كانت عاصمة كسرى ودولة كسرى الكبيرة، المدينة اللي كان مقيم فيها، وكانت طبعا هذه الأقاليم كلها تابعة له. والعراق يعني بلد كل العصور القديمة والمتأخرة كلها كانت مركز. يعني شوفوا تكلمنا عن الإسكندر في بابل، تكلمنا عن العصر العباسي، تكلمنا عن كثير من العصور اللي كانت الدولة هذه مسيطرة على العالم، كانت كلها في أراضي العراق اللي هي من بابل إلى بغداد إلى المدائن وهكذا. ففي أثر تاريخي هنا يعود إلى حاكم الإمبراطورية الفارسية آنذاك كسرى. فرايحين الموقع وإن شاء الله نشوفه، في أثر له موجود إلى الآن. يا أخوان أنا قاعد أنقل لكم المواضيع هذه حسب يعني بشكل ارتجالي، حسب ذاكرتي، حسب ما قرأت وثقافتي الشخصية. ولذلك اللي يبي يتعمق بالتاريخ أو معرفة التاريخ بالتفصيل ممكن يطلع بشكل أعمق. إحنا يعني نأخذه بشكل مثل ما تقول ثقافة عامة، نطالع الموقع نتكلم عنه بشكل عام كثقافة عامة لرؤية المكان ونتحدث عنه بصورة عامة كنوع من الثقافة العامة عن مدينة المدائن وكيف كانت في تلك الحقبة. هذا هو الأثر والمعلم القديم، يقال له محليا طاب كسرى. هنا قلعة كسرى سابقا يا شباب. هذا المبنى الآن الذي أمامنا عمره أكثر من 1400 سنة. طبعا المبنى هذا مغلق لأن طاق كسرى قاعد يتعرض للانهيار، فالعلامة القديمة اللي فوق أو التاج اللي فوق هذا اللي قاعد نشوفه يقول لي قاعد ينهار، قاعد يتعرض لانهيارات. نزلنا يا شباب. هذا هو قصر الملك كسرى ملك الإمبراطورية الفارسية قبل الإسلام. يقول لك في رواية وحديث يقول لك عندما ولد سيد البشرية رسولنا الكريم في مكة المكرمة تصدع هذا القصر، تصدع واهتز. هذه روايات مصححة عن ولادة سيد البشرية وتأثر هذا الصرح لإمبراطور كسرى بذلك اليوم حين ولادة النبي. فيقول لك طالع أنت بالنص في مثل شرق أو شيء، هو عموما مسكرينه لأن المبنى لاحظوا عليه آثار انهيارات. هذا مثل تاج فوق مثل قوس عليه ترميم. راح ألف في الصوب الثاني أحاول أوضحه بحيث أنه يبين أكثر.
هذا هو الجانب الأيسر من القلعة. لو تلاحظ بعد العمود في ميلان جهة اليسار، لو تلاحظ في ميلان هذا هو قصر حاكم كسرى سابقا. يقول لك المدائن هنا كانت سابقا اسمها المدائن نسبة الى الحدائق والجمال، والمكان هذا كان مليء بالنخيل وحدائق جميلة، ولذلك سميت بالمدائن. فوجود الملك في هذا المكان طبعا واضح ان هذا طريق القوافل والملوك في هذا المكان. كان ذاك الوقت يتكلم قبل 1400 سنة كان يتكلم. لكن طبعا لا تنسى الظلم والفساد، كان مستشري موجود، حكم القوي على الضعيف كان موجود إلى أن ظهر الإسلام وصلح الأمور. كابتن أنمار، عيوني كابتن. أنا شايف هناك مبنى جهة اليسار، هذا شو قديم؟ هاي حديث. بانوراما. هاي بانوراما؟ هي هاي بانوراما. عبارة عن شنو؟ بها كان أثر قديم ولا حديث؟ أثر قديم. أثر قديم. زين خلنا نطلع له. هسه توكل عليه. يلا. الحين راح نروح المبنى هذاك نعاينه. شفنا هذا المكان وعليه ترميمات، وإن شاء الله يتم الحفاظ عليه وترميمه بشكل مناسب بإذن الله. الحين إحنا نبنشوف طاق كسرة هذا القوس اللي فوق، في هذا الحين في قمة القصر، هذا في قوس معروف، يعني هو اللي مجمل المبنى. فتدري انت قبل بناء الأقواس في السابق صعب، يعني كيف تبني قوس؟ لكن فهذا العمل في ذلك الزمان هذا عمل كبير وعظيم في الزمن القديم. خلونا نشوف هذه اللوحة ايش مكتوب فيها. يتم تنفيذ العمل الطارئ على طاق كسرى. شوف العمل الطارئ، يعني في مشاكل في المبنى، في جامعة بنسلفانيا بالتعاون مع الهيئة العامة للآثار والتراث واستشارات الحفظ والتنمية وإيكونوم وبدعم من مؤسسة أليف. هذا عمل المبنى يناطح آلاف المباني اللي موجودة في الخارج، والرماية الجميلة عن سيد البشرية في تصدع هذا ليوان مال كسرى شاهد عظيم على التاريخ. صلوا على النبي يا جماعة. الحين شباب نبي نروح المبنى هذاك اللي يقولون عنه بانوراما، أساس نحاول نشوف سقف المبنى. شوف المكان هذا قديم يا جماعة، بلد قديم تاريخي. بس هذا البناء طبعا أنا شايفه إنه في إهمال. هني بين الطاق، بس إحنا جايين هني حتى نشوف
حتى نشوف القوس من الخارج. تعالوا شوي شوي وياي. هذا مسبح ظهر نادي هذا او شيء. شوف القوس هناك، هذا المبنى شايفينه، هذا الطاق من الاعلى، هذا المبنى من الاعلى. بس هذا المكان ما هو قديم، لا هذا المكان حديث، مو اقصد يعني حديث، هم هو قديم لكن ما يعتبر يعني قديم من الآثار، يعني هذا الحجر في الأزمنة الأخيرة. لكن هذه تخيل كان يقال لها المدائن. تعال يا جماعة، تعالوا شوفوا القصر من هذا الاتجاه. شايفين؟ شوف هذا القوس، يعني ترى صعب البناء قديما، ترى صعب. ها شوف معلق هو، يعني ما هو نفس الوقت الحالي تجيب نجارة خشب وتقعد تحط سقالات وتصب ومش عارف ايش. هذا في الزمن القديم صعب جدا يا اخوان. يا ذهب كسرى ولا كسرى بعد كسرى. ايش رايك يا ابو فارس؟ اوه شيء قوي والله يا انمر، الله يعطيك العافيه. عاشت ايدك. ايش رايك؟ والله عاشت ايدك. اضبط؟ ايه اضبط. فيو 100%. ما شاء الله. وقفنا في هذا الموقع لأخذ صور تذكارية في المكان مع الدراجات. طبعا أنا أخذت صورة ويا اسكندر. خالد، هذا المبنى عمره اكثر من 1400 سنه. هذا قبل الاسلام، هذا ترى قبل الاسلام. اي يعني شوف القوس هذا ترى صعب بناءه قبل، بس الحين لازم يدعمونه ويضبطونه. ايه هم سكروه لانه يقول لك هذه القطع قامت تسقط، يعني مع يعني زين انه استمر لحد الان. شوف هذه ابو هذه هذا 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 الحاد، شوف هذا هذا ايه؟ سوى دعامه لان هذا بلش يميل. انا قاعد اشوف بلان، تصدق؟ لا سوى دعامه. ايه وانا واقف هناك اصور قاعد اشوف العوز مايل. اي مايل، يعني هذا ايه اصلا ما بيها يوقع هذا. ايه سوى له تدعيم ديكور. لا بس زمان صدام هذا. ايه تعالي تعالي يلا مسكة هني. ايوه صوريها وين الكاميرا. ايه لا تطيحين، مسكي زين خلي يصورونك. يلا طلع الكاميرا، طلع رانيا.
هلا يا هلا هلا يلا تعال تبي تصعد تبي تصعد طبعا هذا اليوم جمعة زيارة عائلات إلى هذا المكان وقاعدين ناخذ صور مع الدراجات مكان جميل عاشت خذي صورتي تمام وراحة ما حد يصور الله يحفظهم توكلنا على الله يا شباب انطلقنا من هذا الموقع بعد ان التقطنا بعض الالتقاطات الجميلة في المكان الحين في نفس المدائن في نفس هذا المكان هناك ضريح لصحابي جليل الصحابي الجليل هذا اسمه سلمان الفارسي طبعا هو لا اسم بس مشهور بسلمان الفارسي انا حاليا ما يحضرني اسمه سلمان الفارسي كان هني في امبراطورية كسرى في امبراطورية الفارسية اقصد كان عايش فسمع بالنبي في مكة المكرمة وآمن فيه من هنا وانطلق وشد الرحال من المدائن الى مكة المكرمة او المدينة حتى يقابل الرسول ويسلم على يده متجهين مكان الآن بمعرفة الموقع طبعا هو بجوار هذه طبعا مدينته بجوار طاق كسرة اعتقد ان الصحابي سلمان الفارسي بعد وفاة النبي اعتقد انه رجع الى هذه البلاد والله اعلم انا ما تحققت من الموضوع لكن قلت لكم ثقافة عامة وكلمات عامة اللي حاب يتحقق يطالع يطلع على هالامور فكان مقرب جدا للنبي وكان يساند النبي في جميع معاركه وهو صاحب فكرة الخندق في المعركة المشهورة بغزوة الخندق السلام عليكم الله يساعدكم الله يعطيكم العافية ما قصروا طبعا ممنوع دخول الدراجات ولكن أهل العراق أهل الكرم والطيب من تقول لهم خطاركم بالكويت على طول يبدأ الترحيب الجميل منهم وكأنك صاحب الأرض وصاحب الدولة الله يعطيهم العافية صراحة يعني تسهيلات منهم حصلناها في أماكن رائعة هذه أماكن طبعا كلها مغلقة لكن حصلنا كل التسهيلات في هذه المواقع شايفين هذا أمامي المسجد هنا ضريح سلمان الفارسي
وخلفه اذا تشاهدون طاف كسره يبين من عندي خلفه بالضبط. الحين احنا باتجاه الضريح يا شباب حتى نشوف موقع الضريح الصحابي الجليل سلمان الفارسي. هو كابتن شنو اسمه الصحابي سلمان؟ سلمان المحمدي. سلمان المحمدي لا اسمه الاسم روزبه من خلش ودوان روزبه ايه موجود باللائحة. باللائحة مكتوب ايه. الله يعطيك العافية. هو اللقب المشهور سلمان المحمدي ايه. او سلمان الفارسي كان سابقا يسمون الفارسي والقبائل العربية وبعد ذلك طبعا ايه كان في كلام عن ايه تميز على الألقاب والعوائل وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا سلمان من أهل البيت نعم وقولوا سلمان المحمدي وليس الفارسي. صحيح صحيح. بس أنا انتديش وأنا أجيك هسه. في السابق كانوا الناس طبعا دائما يعني يتعايرون او يتكلمون عن بعض او يتفاخرون على بعض بالانساب والالقاب سابقا الى الان يعني منذ الازل. وهذا الاسلوب طبعا حرم الاسلام عن ظهوره لكنه متبع واسلوب شيطاني قديم حتى عندما امر الله الملائكه بالسجود لادم لم أسجدوا كلهم إلا إبليس كان معترض يقول أنا خلقتني من نار وهذا خلقته من طين تبيني أنا أسجد له. فهذا أسلوب المفاخرة طبعا منبوذ بالإسلام ولكن البشرية كانت لحد اليوم هذا يعني تستخدم هذا الأسلوب. قبل بالأنساب يتفاخرون وبالقبائل يتفاخرون وبعدين قاموا يتفاخرون بالأموال ويتفاخرون بأي شيء أي شيء حتى في عصرنا الحالي يتفاخرون. يعني الزمن الحالي تدري شنو المفاخرة؟ الزمن الحالي والله أنا متابعيني أكثر منك أنت متابعينك هالكثر وأنا متابعيني هالكثر. فهذا الزمن الحديث صاير هكذا. هذه المفاخرات هي باب من أبواب الشيطان. الحين داخلين رايحين موقع الضريح من هنا قال موضع تقسيم تكفين سيدنا سلمان حجاني سلام الله عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أبو الحسن من المدينة إلى هنا كان معه خادم قنبر وصل تكفين سلمان. نعم هذا موضع تغسيل وتجهيز الصحابي الجليل سلمان المحمدي من قبل أمير المؤمنين في هذا المكان يعني حيث أنفاس وآثار علي بن أبي طالب هنا. نعم محمد وآل محمد الصحابي الجليل سلمان المحمد. يقول لك ان الجنة تشتاق الى اربع سلمان منهم.
سلمان الآن الجنة مشتاقة لهذا الرجل الجليل. الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان كان والي هنا بأرض المدائن قبل سيدنا سلمان. كان يعرف بأسماء المنافقين آنذاك وقت النبي محمد. أي نعم نعم. هنا يا شباب الصحابي الجليل كذلك حذيفة بن اليمان في هذا المكان. حذيفة بن اليمان موجود ضريحة كذلك في هذا الموقع، صاحب رسول الله. صحيح صحيح صحيح، هذه الواقعة قرأت عنها نسيتها بس زين ذكرتني. أي سنة؟ 1931 زمن أبو الحسن الأصفهاني. يا جماعة شوفوا المدائن عام 1931، شوفوا اللقطة هذه. هذا أعتقد عسكر إنجليزي. لا سيارات إنجليزي. لا زمن الملك فيصل. الملك فيصل صحيح صحيح كان موجود. وهذا طاق كسرة، لاحظ لاحظ الأرض وشوف طاق كسرة موجود هني. هذا موكب نقل الجثامين بسبب، طبعا هذه الجثامين ما كانت في هذا المكان، تم نقلها من موقع كان في موقع بعد من المزار الشريف 2 كيلومتر. 2 كيلومتر اللي صار عليها فيضان. اي نعم اي نعم، على ضفاف نهر دجلة كان في فيضان والجثامين الصحابة الأجلاء كانوا هناك، فصدر قرار بنقلهم إلى مكان آمن. تم تحويل ضريح الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان وسلمان عبد الله بن جابر الأنصاري. عبد الله بن جابر الأنصاري موجود هنا. تم نقلهم إلى هذا المكان. وكذلك هناك الصحابي الجليل عبد الله بن جابر الأنصار. الأنصاري في السعودية، هذا ولده عبد الله. إيه عبد الله بن جابر الأنصاري يعني مدفون في السعودية. إيه ولده. هذا ولده عبد الله. إيه ولده. من الحديث أهل الكساء اللي زار الأربعينيين. نعم نعم. هذا هو عبد الله بن جابر الأنصاري. نعم. وهذا طاهر ابن الإمام محمد الباقر. ابن الإمام محمد الباقر. أخو الإمام جعفر الصادق. نعم. أنا حسبت أن هني ضريح الصحابي سلمان الفارسي، لكن لقينا كذلك صحابة أجلاء موجودين في المكان. سلام ورحمة الله. هلا فيك. هلا فيك. سفرة سعيدة إن شاء الله. أنا من أسد المتابعين لك. حياك الله. من أيام أوروبا. شرفتونا اليوم. من الواجب. أنا مجدول شغالين قاعد نجول. إن شاء الله الله يخليك يا طيب. تحية طيبة. شكرا جزيلا. لا بدون ما تقدر. راح تطلع. شكرا جزيلا. سلام الله. توكلنا على الله يا شباب. سرينا سر. سلام.
هذه هي أقواس المدائن. نحن الآن نخرج من المدائن. زيارة جميلة للمكان. شاهدنا ضريح صحابي الجليل سلمان الفارسي، وهذا اللي قرأته، لكني عندما دخلت إلى الداخل شاهدت كذلك ضريح الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان وعبد الله بن جابر الأنصاري ابن الصحابي الجليل جابر الأنصاري في هذا المكان. طبعا مثل ما شفنا في الداخل أن جثمان الصحابي الجليل سلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان تم نقلهم من ضفاف نهر دجلة إلى هذا الموقع. يقولون صار فيه فيضان على النهر سنة 1931، وصدر أمر بنقل الجثامين حتى لا يعني حتى لا تتأثر مع الفيضان، وتم نقل هذه الجثمان الصحابة الأجلاء من ذاك الموقع إلى موقع عبد الله بن جابر الأنصاري. الحين احنا متجهين الى موقع اخر يا شباب. تخيل ان هذه المدائن المعروفة المشهورة بالجمال في عمق التاريخ القديم، يا رب يا جماعة نحن نسير في مواقع تاريخية. نحن الآن متجهين إلى موقع آخر يا شباب. تعرفون معركة النهروان، معركة النهروان اللي كانت بين سيدنا علي بن أبي طالب مع الخوارج في ذلك الزمان. نحن الآن متجهين إلى منطقة النهروان، موقع أرض المعركة. هناك نشوف التفاصيل.